السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الجميل يوم الاثنين 25/12/1445 زواج الشيخ حسن بن محسن البركة، نقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم بخير. أول لقاء مع والده، نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية الشيخ محسن البركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أجدها فرصة مباركة في هذه الوجوه المباركة الذين أبوا إلا أن يشرفوا حفل زواج ابننا الشيخ حسن، وما هو إلا دليل على محبتهم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة مع فارس هذه الليلة الشيخ حسن محسن البركة، نقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير. الكلمة لك، الله يطول عمرك. السلام عليكم. الله يبارك وأول المهنيين الشيخ عبد الرحمن البركة، الله يسعدك والكلمة يمك، الله يطول عمرك. تفضل. الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتقدم بالشكر لقناة الإعلامي نواف الحسيني على هذه التغطية، الله يجزاك خير ويكتب لك الأجر. ونهني الشيخ حسن محسن البركة العم إن شاء الله، نهنيه وندعو الله عز وجل أن يجمع بينهم بخير وأن يوفقه وأن يرزقه الذرية الصالحة الطيبة المباركة. وأيضا نرحب بالحضور والجمع جميعا 70، نرحب بالجميع كلهم حيا هلا. إياك إن شاء الله، إياك إن شاء الله. مشكورين، الله يجزاكم خير، أكتب لك مالك. مشكورين. أبو حسام عم المعرس، وما شاء الله نقول مبروك أزواج ابن أخيكم الشيخ حسن، والكلمة لك وترحيب ابنك. والله نشكر تواجدك معنا وفخورين بتواجدك معنا، والله يوفقهم إن شاء الله ويسعدهم، وما أقدر أقول إلا شكرا جزيلا لك. الله يسعدك ويحفظك إن شاء الله يا رب. يا أجد أخينا الإعلامي صالح المهيمزي أبو مشهور، الذي ما شاء الله رعي المجلس المفتوح والمحل الجميل، هو رجل جميل. نبي بالنسبة الزواج الشيخ حسن، نبي من كلمة. الله أهلا وسهلا بك. أول شيء شكرا لقناة الحسين نواف الحسين اللي دائما تواجد في الاحتفالات والمناسبات، وشكرا جزيلا. وكمان وهني ونبارك للشيخ حسن بن محيسن بن بركة الحائطي بمناسبة زواج، ونقول له ألف مبروك، الله يجمع بينه بخير ويوفقهم الله لما يحب ويرضاه، ويجمع بينه بخير ويبارك لهم ويعطيهم الذرية الصالحة إن شاء الله ويوفقهم جميعا. وشكرا لك، وكرر شكري لك لدائم متواجد، وشكرا لك وشكرا لك. هلا بالشيخ مبروك الجابر، الله يحييه الوجه، أخو عزيز، وأنا أتشرف بك، أحقق لك معزة خاصة. الله يعزك. زواج الشيخ حسن بن مكلم. يا هلا وسهلا بأخوي نواف، أنت إعلامي بارز وبصماتك واضحة بالمنطقة كلها يعني. فمن خلال قناتكم مبارك لأخي الأستاذ محيسن حسن البركة بمناسبة زواج ابنه الشيخ حسن، وأتمنى لهم إن شاء الله حياة سعيدة، وأقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمعهم بينهم بخير، والشكر موصول لك أنت أخوي نواف. فلك دعوة منا بعد تزورنا بالحائط إن شاء الله بإذن الله تعالى، الله يحفظك. هلا نبي نسمع منك، انت عندك ما شاء الله مخزونك طيب من القصيد، ودنا نسمع منك الله يطوله. والله يا ابن الحلال ابدا، طلع تلقاه بالجوال ان شاء الله، تلقى ايوه ابحث عنها ايوه طلع لنا. يقول احذر كثير الهرج يا صاحي يغويك، عند الذي به قل عرف وصناعه، مهما ضحك لك لا تحسبها مصافيك، كم ضحكه فيها تشوف اللكاعه، يضحك بوجهك بس يكره الطريق، عنده على فن التحايل براعة،
القاعدة عنده ترى دوم يغريك في حسن هرج وطيب وشجاعة، والعكس كله في حياته يعاديك عنده على تفريق ربعه طماعه، خلك في طين ولا تغير مبادئ، كم واحد قبلك ترى اليوم باعه. سلامتك هدايا الله يعافيك ويجزاك خير. الشاعر الكبير راعي جبه محمد بن ذرباح ابو عبد الله، اهلا هلا هلا، والله راعي واجب والله يكتب خطواتك، ويا هلا ولك محبين واجب ما شاء الله، وزواج الشيخ حسن ابرك انا بمن كلم الله يطول. يا هلا مساكم الله بالخير. اولا جايين نبارك لاخونا حسن البركه وعائله البركه جميعا، ونقول لهم مبروك على ما سووا، والله يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله نشوف نماهم ويشوفون البركه ان شاء الله، هم البركه وان شاء الله انهم مبروكين ان شاء الله تعالى. لكم تحياتي والجميع الحضور. بيتين طرفات انت ما شاء الله. جينا نهني. اي والله. جينا نهني عائلة تقود الوجه. الله ابتلي علمهم دائما الدو. هذولا يعجز الانسان اللي ينطق بها. الله يوفقهم ويسلمهم. الله يجزاه خير. شكرا شكرا يا ابو عبد الله. ان شاء الله. شكرا يا ابو عبد الله. شكرا. اخوي فالح الحميدي زواج الشيخ حسن نبي من كلمه الله يطول عمرك. والله عند حسن البركه والله يبارك لهم ونهنيهم وبارك الله لهم وبارك لهم، والله يوفقهم ويسهل امورهم. وشكرا على الاعلامي ابو عبد الله، الاعلامي ابو عبد الله، وشكرا. هلا ابو فيصل سعد البركه زواج اخيك الدكتور حسن، والكلمه لك الله يطول عمرك. حياك الله يا هلا مرحبا، تشرفتنا بحضورك. حياك الله يا هلا مرحبا. مبارك للاخ حسن الشيخ حسن، والف مبروك له، والله يوفقه ان شاء الله ويتممنا على خير ان شاء الله، وشاكرين لكم حضوركم. طيب الربع اللي حضرهم جايكم من كل دير ابد. حياهم الله حياهم الله حياهم الله. تستاهلون، تستاهل الطيب والله، تستاهل الطيب. الله يطول عمرك. للمهنيين والمتواجدين يباركون للشيخ ما شاء الله الشيخ حسن ما شاء الله تبارك الله. من هذا؟ من الشيخ بن جمعان صاحب المضيف اللي على طريق المدينه الى 30. هذه قناه روافه الحسينيه، تبي تاخذ معك لقاء. هلا والله، ولا نشرف. الله يطول عمرك. الله يحييك. زواج الشيخ حسن نبي كلمه. هلا نواف الحسيني. لنا الشرف انك تستضيفنا بقناه. والله لي شرف. والله صحيح. وزواج الشيخ فخر. بالنسبه لنا فخر. بقول عشاه مبروك ان شاء الله. والله وفقه توفيق المبارك، وتزوج من ناس محسوبين وناس فيهم خير. اي والله عسى الله يوفقه التوفيق المبارك، ووفق قيادتنا الرشيده لما يحب ويرضى في ظل الملك سلمان وولي عهده الامين. اشكرك واكرر الشكر لك والقبيل تحنزه. طيب طيب نبي كلمه للشباب اللي ما تزوجوا من الحين. وضعهم زين واللي سمح لهم وضع. لا لا الشباب استطاعه موجوده. طيب الشباب المفروض يتزوجوا، والرسول صلى الله عليه وسلم وعد ان من تزوج انه ييسر الله امره. وكما اوصي الشباب انهم يتزوجوا، اوصي الشباب اي انهم يتزوجوا. نعم نعم صحيح، اوصي الشباب انهم يتزوجوا، واوصي الشابات والنساء ان بعد يتزوجن، يتحيل الزوج المبارك والرجل المبارك يتزوج. الله يحفظك يا اخينا علي بن نوح. لم يمنعه الظرف الصحي حضور زواج الشيخ حسن ابن محسن البركه. تفضل الله يطول عمرك. حياك الله، اقول الله يجعله ان شاء الله مبروك ويرزق الذريه الصالحه ويصلح له ووفقه وجميع المسلمين. اللهم موفقين خير. الله يجزاك بندر حمد المكيمن الله يحييك. يا هلا ومرحب زواج الشيخ حسن نبي من كلمه الله يحفظه الوجه. ان شاء الله ان نطلب من الله سبحانه وتعالى ان الله يبارك لهم ويبارك عليهم ووفق بالتوفيق الطيب ان شاء الله. ونطلب ان شاء الله بعد من اخواننا حذو الحذو ان شاء الله. هلا بسعادة العميد عبد العزيز المكيمن الله يحييك، ونبي كلمه منك وثانيه للمعرس الشيخ حسن. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
نبارك للشيخ حسن هذا الزواج، نسأل الله أن يكون مباركا عليه وبارك الله إن شاء الله وأن يجمع بينهما بخير. وفي هذه الليلة المباركة أي والله اجتمعت جموع إن شاء الله محبين له حفظه الله، ونسأل الله له التوفيق والسداد، وفقكم الله جميعا بكل خير. ما شاء الله المهنيين ويأخذون لقاءات، ما شاء الله زواج الشيخ حسن محسن البركة الحائطي، ويأخذون صور تذكارية مع المشايخ والحضور المبروك والإسنابيين اللي ينقلون أحداث ما شاء الله. هذا الشيخ فارس هذه الليلة، الشيخ عبد الوهاب خلف الجابر. هلا يا أخي، الله يسعد مساك، وأنا لي شرف أنك تكون بإسنابي وعلى قناتي، الله يطول عمرك. وزواج أخينا الشيخ والله حسن بن محسن البركة، نبي نكلمه بهالمناسبة. طيب تفضل. حسن الله يبارك له ويبارك لأبو يوسف، أخوي أبو يوسف أول شيء، الله يبارك لهم كما قال رسول الله، مبارك لهم مبارك عليهم، والله يوفقه إن شاء الله. حسن يستاهل كل خير، يطول لي عمرك أنت، ومشكور لقناتك ومتابعينك، الله يحييك والله. الحضور المبروك ما شاء الله تبارك الله، المهنين ومباركين المشايخ والفضلاء والمعلمين والشعار ومحبي الشيخ حسن محسن البركة الحائطي، ما شاء الله. حضور والد الله يمتع بالصحة والعافية، ما شاء الله لا زال يتوافدون هم المهنين والمباركين في هذا الزواج المبروك، زواج السعادة، زواج الهناء. الله يبني بيتهم، رزقهم الذرية الصالحة، وما شاء الله تبارك الله يستاهل الشيخ حضور طيب، والحضور مشايخ ووجهاء، وما شاء الله. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويبارك للجميع. سعد المدهان ما شاء الله حقيقة مشهورين، وجبة وهالجبة، ونعم والف نعم. الزواج المبروك اللي شفناك به، الله يطول عمرك، زواج الشيخ حسن اي والله مبروك. نبي من كلمة بهالناس، الله يطول عمرك. نقول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير، ونقول والف نعم والله بالرجل اللي يجمع الرجال. وهذا الحفل المبروك اللي وجهنا عليه كلها هالوجيه المباركة، اي والله انت ويا اخوي نواف الله يطول عمرك، عزيز علينا انت وربعك، الله يطول عمارهم ويذكرهم بالخير. وهالحضور كلهم والحضور هذول كلهم والله من الرجال اللي يرفعون الراس، والحمد لله الله يطول عمرك ويجزاك خير. وابرك الليالي اللي احنا وجهنا الرجال اللي مثلك وشرواك وعمرك. الشيخ فهد حمود الشمان ابو رايد يتواجد في هذا الزواج المبروك، زواج الشيخ حسن ابن محسن البركة الحائطي، والكلمة مع الله يطول عمره، ولي الشرف أن يكون بسنابي وقناتي. الله يسعدك ويرضى عليك ووفقنا وياك ابن عم وعزيز وغالي يا طويل العمر، ونتشرف يا طويل العمر بلقائك هذه الليلة، وإن شاء الله أن الله يوفق الجميع إن شاء الله. ونقول للعريس الله يوفقه ويكتب له الخير ان شاء الله، ويكتب لنا ولهم ولجميع المسلمين ان شاء الله. شكرا لك، الله يحفظك. شكرا يا طويل العمر، شكرا. انا بصور جنبك. الله لي شرف ولي الفخر يا طويل العمر. الله يحفظك، الله يرضى عليك ويسلمك يطول بعمرك، خليك عيالك ان شاء الله. ساعة العميد راشد ابن علي الحائطي، يا هلا ومرحب. زواج الشيخ حسن محسن البركة، نبي من كلمة، الله يطول عمرك. ميان عبد الله الخياري، يا هلا وغلا، وانت لك معز خاصه والخيارات كلهم عزيزين علينا. الله يبارك. اي والله احنا بزواج الشيخ حسن، نبي من كلمه، الله يطول عمرك. نقول الله يبارك له ان شاء الله حياه زوجيه سعيده، نتمنى لك الخير ان شاء الله، ندعي له ان شاء الله، والله يوفقك ووفقك انت بعد على الكلام الطيب والكلام الحلو. طيب بارك الله. أنا أول مرة والله أسعد إني شفتك. وأنا أسعد، الله يطول عمرك. الله يجزاك خير ويرحم والديك. لا زال المهنيين الشيخ حسن
لهم حضور مبروك، الله يحفظ الجميع ويبارك للجميع. هذا والد المارس ما شاء الله، الشيخ محسن صور التذكارية تأخذ مع فارس هذه الليلة، والمهنيين والمباركين لا زال يتوافدون. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، الشيخ حسن ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفق الله يوفق الله يوفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي حث فئة من المجتمع ألا وهم الشباب، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ولا يفوتني في هذه الليلة المباركة أن أحيي هذه الوجوه المباركة الذين أبوا إلا أن يشاركونا حفلنا لزواج الابن الشيخ حسن. وفق الله الجميع كل خير. وبالمناسبة أصالة عني وعن أخوي وعن أبنائي وأبناء أعمامي وأسرة المحيسن أن نشكركم جميعا فردا فردا، وشكرا لكم مرة ثانية. عزوتي يا هلا بالحاضرين،
باسم ربعي عزوتي يا هلا بالحاضرين، عد ما لاحت فوق الحياة بمزونة من غلاكم، والله إنا فرحنا فرحتين يا هلا يا مرحبا من غلات وحولها. الجناب الدمث والخاطر اللي ما يشيل كل ما توفد ضيوف بنا يلقونها، وغالي الكمبود والبن والكبش السمين، قدر للوافين ما قدر للوافين ما نقصر دونها، وغالي الكمبود وغالي الكمبود والبن والكبش السمين، قدر للوافين نوفي ما نقصر دونها. وانتم اهلا للمكارم من قدام السنين، وكل رجل يكسب النعم في مضمونها. يا رجال للمواجيب جونا مسرعين، ما عليهم بالمسافة والوفاء يوطونها. يا رجال للمواجيب جونا مسرعين، ما عليهم بالمسافة والوفاء يطونها. نعم فيكم والجمايل على المتجملين، ليلة من نورها نورت في كونها. مبروك من خلق الجابر. بارك لاخي نمسك الشيخ حسن، واقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير. باسم ابو يوسف هلا مرحبا بضيوفنا، باسم ابو يوسف هلا مرحبا بضيوفنا، مرحبا ترحيب بل يلفونا من بعيد، مرحبا ناقف لكم قدر وهذه صفوفنا، شوفكم بعيوننا اليوم كنا عيد. يا هلا والنفس تامر لنا بشفوفها، مرحبا من خاطر لا طرب يبغى المزيد، يا هلا تردف هلا والعلم بكفوفه والعلم بكفوفنا، رايد التوحيد ترفع مع اليوم السعيد في فرح حسن تعلت جميع سيوفنا. يا عسى دايم تزايد مع العمر الجديد، جيت عاني والمواقف تزيل ظروفها، من غل اللي لو كتبنا على شانه قصيد، هو أخونا والمكانة فوق كتوفنا، بالمواقف دوم ذخر لنا وإذا الرصيد، لابته يا جعل ما تغيب ضيوفها وضيوفنا، فعلهم بالطيب والعلم والفعل المجيد. والختم هلا هلا مرحبا بضيوفنا، عند ابو يوسف الحيس عسى عمره مديد. صح لسانك، صح لسان الشاعر. والان نترككم مع قصيده للشاعر مطلق الزبلي حسن بن محيسن البركة على هذا الزواج وعلى هذا الحضور، وتمنى له التوفيق وحياة سعيدة إن شاء الله. سلام يا شيخ عسى الله يرعاك ويحفظك ربي في عيون جليلة، علمك على دين الشريعة ومبداك واضح على درب الهدى والفضيلة، واضح على درب الهدى والفضيلة، وعلى النقاع عرفك وطيبك وممشاك، مو واقف الا الخير ما هي قليله، وافي وفيك الشعر رحب وحياك، ما للقصيد الا البيوت الجزيله، ما للقصيد الا البيوت الجزيله، تستاهل التمجيد والمدح يزهاك، مثل ما يزهى النور برق المخيله، راعي شهاميه على فهم وادراك، ويقدرونك طيبين القبيله، وعلى الحضور اللي تشوفه على رضاك عساك تسعد والليالي جميله. وسلامتكم، السلام عليكم ورحمه الله. نترككم مع قصيده للشاعر عبيد بن دعيع الرشيدي. نترككم مع قصيده. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. نبارك العريس هذا الليله، نقول اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير. بقدم نصيحة، ما أنا توي قريت العرس القريب، ومحيسن وحسن يستاهلون والله أكثر من القصيد، لكن اعذروني. أقول أبنصحك واسمع ولو ما أنت مكلوف،
تقول يا رجال مالك ومالي. هذه نصيحة حق والعفو معروف يزيد قدرك في أسطورة الرجال. يقول بداية فعل وفعالنا الخوف وشعره بين الفعل وشعره ما بين الفعل والانفعال. الكلمة اللي جات من صدر ملقوف الصمت خير وخلص صدرك شمالي. زلة لسان بالخطا خلها تطوف اتبع الزلات يا ابن الحلالي. لا تصير بالمجلس خفيف ومشقوف ليصير صوتك فوق الاصوات عالي. ترقى عن الطفشة على راس هفوف عليكم مثلك يشرهون رجالي. الصمت بعض احيان ما يعتبر خوف اليسار بعض الهج ما له مجالي. اركض يا حتى يركض الرمي وتشوف ويبين لك بين الخطا والعدال. ان كان زله رجل والرجل معروف ثنتين طوفها الكريمه السبالي والثالثه حطنقط فوق الحروف ما عاد فيها لا التغاضي مجالي. وكان ضعيف وهرجته هرجه ضعوف سفيه خلف المجالس الى اليسار قال لي عندهم حد مخطوف يلقى سفيه يشد حلقه بدال. سلامتكم سلام للجميع ونعتذر والله نعتذر والله تستاهلون اكثر من كذا. قصيده للشاعر سلامه بن ساكر الرشيدي. محيسن البركة وافين ومجملين وعلى راسهم أخوي أبو زياد زميل عمل وأقول بيض الله وجيهكم. جينا على وضح النقع عند الرجال بالحفلة اللي حاضر جمهورها حفلة ولد من يضرب فعلا مثال اللي على الجزلات ما ضندوها. جينا على وضح النقع عند الرجال بالحفلة اللي حاضر جمهورها حفلة ولد من يضرب فعله مثال اللي على الجزلات ماضينا دورها. الشيخ حسن لا قدم فعله قال ابن محيسن المواقف نورها. الشيخ حسن لا قدم فعله قال ابن محيسن المواقف نورها. جينا نشرف والفرح تهطيب عند الرجال اللي يسيع عنا اسطورها شاعر ولي قيمة على كل المجال والدار والدار حية بأهلها وقصورها. شاعر ولي قيمة على كل المجال والدار حية بأهلها وقصورها. والليل هالحفلة مثل وبل الخيار محسوب في طول السنة وشهورها. حسن محيسن ونعم في كل حال ابن بركة معروف وقصورها. حسن محيسن ونعم في كل حال ابن بركة معروف وقصورها. أهل الكرم والطيب ما جابه جدال تاريخ مسطر على مسطورها. أهل الكرم والطيب ما جابه جدال تاريخ مسطر على مسطورها. حقائق تذكر وماضي الفعال على الجود السابقة معمورها. أقولها والواقع أبخص بالسوال والناس يحكم فعلها منظورها. أقولها والواقع أبخص بالسوال والناس يحكم فعلها منظورها. لاني اقول الصدق في كل اعتداء والبينه واضحه في فعل منشورها. الرجال اللي لها بالفعل دور وكمال سباح للبطيب لو ما جوا جبحورها. اقولها والواقع ابخص بالسواق والناس يحكمها فعل منظورها. لاني اقول الصدق في كل اعتداء والبينه واضحه في فعل منشورها. الرجال اللي لها بالفعل دور وكمال سباح للبطيب لو ما جاء موجب حورها. فالمراجل ثابتة مثل ثابتات الجبال ما قصر عن فعلهم طيبهم مخورها. الرجال اللي لها بالفعل قول وكمال سباحة البطيخ لو ما جاء موجب حورها. فالمراجل ثابتة مثل ثابتات الجبال ما قصر عن فعلهم طيبهم مخورها. والسلام ختام والعلم طيبة طيب بال والحضور اللي تشرف الطيب حضورها. مهما كتبنا ما نحب وراهم نهاية. قلت سلامي والتسليم سلمان المجيب في مهبل محيسن عسى الله يديما. هذا حسن وفي عطيب المطاريب كريم وتسلم كل يمنى واعيها لا يا مرحبا بلا صحيب عادات وضعه من ليالي قديمه من
كل البدع ضلاله
قد ولد ومرت الفينا وخوارق روس قال ذيبا على قطع الخرايب ما شرد الا وحيد قوي دين وتعشق الجلسه تحت شرب النجوم وخاطرك شمس وتفزع ووافي وقلبك من حديد وتتعب على قولة نعم ولفت من نعمه ولا انت من نعمه حروم والعذر يا اخوي وعضيدي ومحجمي واكبر نصيب دامت لك الافراح والله يجعل افراحك تدوم وسلامتك. بعد 10 سنين وهو اخوي الكبير ووافي والله العظيم لو المنظر يا اكبر ان الرجال يسوي قصيد علي الطلاق القصيد تجاهز عندي قبلك. Come on.
يا هلا وسهلا ومرحبا. هذا ما شاء الله الحساب المبارك حقيقة من أفضل الحسابات، لأنه ينقل المجتمعات الحائلية وخاصة المجالس، مجالسها الحائل. وانت ما شاء الله مبدع ما شاء الله بهالبرنامج اللي دائما ما شاء الله تنير الناس بهالحائل، مجالس حائلة. اليوم معنا الأستاذ أبو راشد محمد الضعيف الله يعطيه العافية، من أعيان حائل ما شاء الله، وما شاء الله يعني مطلع على كثير من الشبات، وما شاء الله عنده كلام كثير عن شبات أول، ونبي إن شاء الله ينورنا بكلمة. تفضل يا أبو راشد. شبات، في شب صبح، في شب عصر، وفي شب بالليل. تنوع الشبات، في المتقاعدين الصبح، المتقاعدين الصبح صراحة عشان ينامون بدري بالليل، من الصبح إلى الظهر يصلون ويروحوا لبيوتهم. في شبة العصر هذه، وفي شبة بالليل. بالليل هذا الشباب اللي يداوموا الدوام. اي والله. نبي يا ابو راشد. الله يبارك لهم ان شاء الله، يوفقهم ان شاء الله الصحة والعافية والذرية الصالحة، يتمم بينهم بخير، والله يوفقهم، هذا حقهم علينا. ونتمنى اللي ما عرسوا ان شاء الله يتزوجون، ونحضر ان شاء الله زواجاتهم ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يعطيك العافيه يا ابو راشد. نشكر الشعراء، ما قصروا الشعراء، كلهم ما قصروا الشعراء، والعرب ولما يحبونا من الناس ما جو، كل الحضور هذا علشانهم وطنهم. الله يوفقهم، الله يسعدهم. امين. امين. الله يعطيك العافيه، حساب مميز، نتمنى لك التوفيق، ونبارك للمعريس كذلك. محمد الحزامي. ونعم. من بعدك كان طال عمرك نجي. الله يعطيك العافية. شاعرنا الكبير محمد بن ذرباح، اهلا اهلا، هلا بالرمال كلهم، هلا بهالجبة كلهم، حضورك الله يطول عمرك شرف. العرس المبروك، عرس الشيخ حسن بن محسن البركة الحائط، نبي من كلمة الله يطول عمرك. تفضل. نشكرك على رمتك بهالحفل، كل حفل مشرف يا ابو عبد الله. ونقول الله يوفق المعرسين، اجمعونا بحبنا ما لنا بهم علم، اجتمعنا وياهم الليلة وتسلمنا وتحبينا وشفنا بعض. نقول الله يوفق العريس وابو العريس وجميع المجتمع من حضر، نقول الله يجزاهم خير. تحياتي لكم محمد من ونعم والله ونعم. الله بخير محمد الجابر ابن العم، احنا في زواج حسن محسن البركه، والكلمه لك الله يطول عمرك. جزاك الله خير وشكرا على حضوركم، ونبارك لهم، الله يجمع بينهم على خير. وهذه الساعه مباركه لجماعه الحبايب، وشفنا مثلك وشرواك، والله احييكم، والله يتمم لهم على خير، والله يتمم لهم على خير ان شاء الله. يتواجد في هذا الزواج المبروك النجم الحبيب ذو الاخلاق هنا ابو خلاد، وياخذ اللقاءات. اهلا ابو خلاد. اهلا اهلا. هنا ابو خلاد يتواجد رجل المحبوب لدى الجميع في زواج الشيخ حسن البركه، والكلمه لك يا ابو خلاد. يا هلا والله وسهلا، مساك الله بالخير. اول شيء تحيه لك ولمتابعينك. الامر الاخر نقول عسى الله ان شاء الله يبارك لهم وعليهم ويجمع بينهم بخير. والشيخ حسن حقيقه يعني قيمه وقامه امانه يعني، فما لي من الدعوات. الشيء الاجمل انه لما جيت ابي ادور لي مكان للسياره، لاول مره اوقف سيارتي يمشي لي مشوار يبي لك لياقه عشان تصل القصر من الناس، لاني دلاله على حبابه حسن وحبابه اهل الحائط كذلك. الله يجمعهم على المحبه يا رب العالمين. تحياتي لك. هذا الرشيد. اهلا 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 ابو محمد، زواج الشيخ حسن والكلمه لك. والله الشيخ حسن بارك الله فيك، رجل ذو خلق عالي الله يجزاه خير، وعودنا دائما على الصدق، ورجل مخلص في عمله من تعاملنا معه. ونقول له ندعي له نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. واليوم ما شاء الله وجمع حشد كبير من الناس، هذا دليل على محبته ما شاء الله. الله يجزاه خير ان شاء الله والله. وانت بعد مشكور طال عمرك ابو، لانك ما شاء الله جمعت ناس كثير حولك، من شافك قال الحسيني لازم اسلم عليك. بارك الله فيك. هلا بك.
اللقاء ابو خلاد ياخذ اللقاء مع متب، ومتب ولد ما شاء الله متب الراجح، وهذا ابو خلاد رجل حبيب. اللقاء الشرف. الله يعطيك العافيه ويجزاك خير سعاده تلوى محمد مرجي والناس المحبوبين، يعني يعلم الله انك من الناس المحبوبين. احنا والله دائما نحرص انك تظهر بسنابنا، لان الناس سبحان الله اذا شافوك والله يجينا ردود كثيره، يعني سلم لنا عليه سلم لنا عليه، هذا كله اذا دل على يعني حبابتك. وكنت يوم كنت على راس العمل فعلا قدمت سعاده تلوى. الله يجزاهم خير والله من طيبهم كل اللي يسالون، الله يستر عليهم ويسلم لنا عليهم كثير السلام كل احبابنا. الله يعطيك العافيه سعاده تلوى، شاكر مقدر. الله يعطيك العافيه، يا هلا طول عمرك. اسلام نواف الحسني ونعم ونعم بك ما شاء الله، يمدحونك ويثنون عليك، وانا فرصه طيبه اني اشوفك واسلم عليك واصورك للمتابعين سعاده تلوى. الله يطيب اعمالك ولي الشرف اني اظهر بسنابكم، لان سنابك يعني معروف عند ناس كثير. طول عمرك. وانا اتشرف والله بهذا اللقاء. طول عمرك. الله يرضى عليك ويسلمك. احنا اليوم بهالمناسبه الجميله التقينا باول طيار سعودي جزاع مقبل الشمري، يا هلا والله وسهلا. جزاع غانم. او جزاع غانم، يا هلا والله وسهلا. من هالموقف. ونعم. ايوه. ومعروف سلفتك. لقي سلفتك، يعني يوم مرت الطياره من عندك ولا شلون؟ وش السالفه؟ السالفه وش بالله نبيها؟ ابدا اي شك. ها؟ سوالف الناس. ايه. كثيره. طيب نبي وش السالفه الصحيحه؟ خنفت لي وحبيت الطياره. برامج ما شاء الله. ايه ما شاء الله. بدل ما اروح للبنان الجامعه الاول دخلت ما شاء الله. ولا في ملك ملوك المملكه ولا ملاخر الا الملك عبد العزيز، ما طلت فيه. قال لهم ما شاء الله عليك. نولها شعوب. خلكم موس. على على خالد، على فهد، على عبد الله، على وعلى نايف، الملك سلمان طرتبه، كيف 68 جدة لندن ما شاء الله عليك. كان حاكم للرياض ما شاء الله. لا ولا من آخر ما شاء الله عليك. الله يمتع نايف الله يرحمه رحمة الله عليه رحمة الله عليهم. ما شاء الله. كم عندك بالله لو سألناك عدد ساعات الطيارة؟ 15,000 قليلة. 15,000 ساعة قليلة. هذه قليلة تعتبر؟ هي 28 سنة وأنا مدير إداري بالعملية الجوية، الطيران فيها قليل بس تطير. إيه ما شاء الله كل تطير. احنا والله التقينا بك والمناسبة يعني ما ودنا والله نتكلم معك. الله يطول. اي والله لكن عاد ما شاء الله عليك وعسى الله يمتعك بالصحة والعافية. ان شاء الله نلتقي بك باذن الله ان شاء الله بحول الله. الله يعطيك العافية شاكر مقدر، يا هلا والله وسهلا حياك الله. هذا متعب الراجح مع اول طيار سعودي جزاع غانم الشمري. هلا هلا هلا. اي أيوة والله والله فخر. ايوه وان شاء الله تصير مثله ان شاء الله. يا رب يحفظكم يا رب يحفظكم.
هذا المعريس الشيخ محسن حسن الشيخ الله يحفظه وما شاء الله كلمه اللي حضر هذه المناسبه الله يطول والله الجماعه ان شاء الله ما قصروا كلهم خير وبركه وانا اشكر والله الجميع كل باسم ما قلت عاجز عن الشكر والتقدير اللي قاموا والدور اللي كانوا فيه الله يجزاهم خير ويجعل ايامهم دائما وابدا افراح وهذا دليل على اصالتهم وحسن تجاوبهم والدعوة الحمد لله إن شاء الله دعواتهم مستجابة بما قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لهم اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بخير ما واجمع بهم خير الخير وشكرا جزيلا على هذه التغطية الشاملة والمميزة شكرا جزيلا ما شاء الله حضور مبروك ما شاء الله وهذا والد الرئيس البركة وأسرة البركة كلها ونعم من الحائط نسأل الله أن يوفقهم وشكرا لكم نراكم إن شاء الله في حفلات قادمة. يسر قناة الإعلامي نواف الحسيني تغطية الحفلات والمناسبات للتنسيق والتواصل على الرقم وحنا لنا الشرف الله يطول عماركم ونقل مناسباتكم حفلاتكم.